السلام عليكم ورحمة الله. نتابع في موضوع الغجر مرة أخرى. في الدول الأوروبية يسمون الروما، ما بعرف يسمى الروما، ممكن نسبة إلى الرومان أصل الكلمة بالتحديد، الروما أو الرومان. في الدول العربية يسمون الدومر أو الكاولية في العراق، المختصين في الرقص والغناء أما قصة إنه هم هربوا يعني من الهند، يعني يوجد تشابه ولكن غير ثابتة قصة هروبهم من الهند. المؤرخين يثبتون أن هروبهم من الهند غير موثق، أما وجودهم بفارس موثق في الشاهنامة التي قلنا عليها. وهاموا في كل أنحاء أوروبا، تحديدا في رومانيا وفي يعني شهدوا في سويسرا أيضا في ألمانيا سنة 1400 و1500. يعني إن شاء الله بفيديوهات ثانية نشرح أكثر على هذا الكلام. هم يقولون أنهم نسل قابيل اللي قتل، يعني مش عارف، بينسبون أنفسهم دائما في القصص الناس اللي تم طردهم من شيء، ينسبوا نفسهم إلى قابيل اللي قتل هابيل، فلذلك تم عقابهم بالطرد. ينسبوا أنفسهم بزير سالم اللي طرد جواس أو جساس أو ما بعرف، ليه بينسبوا أنفسهم دائما بهؤلاء الناس؟ أعتقد أنا رأيي الشخصي أنهم العرب المطرودين من إسبانيا اللي سميناهم المورسكيين، ولكن شوهدوا في أوروبا قبل عملية الطرد، قبل ما يعني تسقط إمارة أبو عبد الله الصغير. يعني هذا الكلام أيضا مشكوك فيه، أنه أنا أعتقد شخصيا هم العرب الذين تم طردهم من أوروبا، لكن العرب لم يتم طردهم من أوروبا إلا بعد سقوط الأندلس سنة 1492 تقريبا، ولم يتم طرد الكل يعني هذا، لكن يتشابهون مع العرب الذين بقوا هناك في إسبانيا واللي يعني قعدوا في إسبانيا في طريقة الغناء اللي هي الفلامينجو، لأنه بعض المؤرخين أثبت أنه الفلامينجو ليس من الغجر بل من العرب الذين بقوا في إسبانيا، اللي هي معناها كلمة فلاح منكوب. يا رأيي الشخصي أنهم هم العرب المورسكيين اللي انطردوا من يعني بعد استيلاء فرديناند وإيزابيلا على الدول، على الحكم في غرناطة في إسبانيا. من تشنيع القصص، التشنيع الحقيقية التي كانت يعني يمارس الاضطهاد ضد الغجر دائما. يقال أنه في حقيقة سنة 1725 ملك بروسيا هي النمسا وألمانيا تقريبا، هو مملكة بروسيا، المملكة البروسية، أمر بقتل كل غجر يبلغ من العمر 18 سنة تقريبا فما فوق. لا ننسى تصنيفهم من قبل الحزب النازي سنة 1937 قانون المجتمعات المنغلقة هم واليهود، لأنهم ما كانوا يحبوا أنه يقعوا في المشاكل، فصنفهم، تم تصنيفهم مع اليهود في القانون اللي هم رتبة منحطة، يعني قانون سنة 1937 يسمى. اللي كان في قاسم مشترك بين الغجر واليهود اللي هو الانعزال. الغجر كانوا يتميزوا بالسرقة، يعني كان فيهم طبع السرقة ثابت فيهم تاريخيا، ممارستهم للسرقة ما بعرف هو طريقة سهلة، ودائما السارق عبر التاريخ شخص مظلوم، يعني مظلوم من المجتمع،
نلغي الحالات الشاذة. الشخص السارق في المجتمع أظن أو المجتمعات التي تمارس السرقة هي مجتمعات يعني مطرودة من أو مهمشة كما يقال في المجتمع، فالمجتمع يمارس عليهم الظلم أو تحرمهم من حقوق كثيرة لهم. في مصر طبعا يسموا الغوازي الغازية، معروفين في منطقة المنصورة بيسموهم الغوازي أو قراءة الودع أو قراءة الودع أو اللي بيسموه وشوش الودع، يعني معروفين في مصر في محافظة النخالية اليمن بيسموهم الغوازي، معروفين في قراءة الطالع أو اللي بيسموه المصريين يوشوش الودع، أو يعني معروف عند المصريين إنه قراءة الطالع تسمى وشوش الودع، يوشوش الودع في يعني قراءة الطالع للذكور والإناث. إن شاء الله نلاقي بعض الفيديوهات توضح هذا الموضوع، لأنه الناس ما بتعرفه كثير. يعني مشهورة هاي شغلة قراءة الطالع أو وشوشة الودع في مصر. يمارسون أيضا نفس العقلية في مصر، صناعة الغرابيل من شعر الخيل، من وبر الخيل أو من شعر الخيل، صناعة المسامير، الغناء والرقص في الأفراح. والعلم القجر في المجتمعات الشرقية الأنثى مقدسة عندهم لأنها مصدر دخل ضخم في مصر في الأردن. في الأنثى تقريبا يتم الاحتفاء أو الاحتفال فيها عند الولادة أكثر من الذكر، لأنها مصدر دخل، يعني هي تسرح من النهار من ساعات الصباح الأولى وتتم تأتي بالمال، يعني من أي مصدر، من تسول، من الشهدة. فلذلك يسموهم في مصر الهناجرية أو المسالبية أو النساء اللي تسرق، يعني النسوان اللي بتسرق أو من النسوان اللي بتسرق بيسموها الهناجرية أو المسالبية. طبعا عندهم قانون هم يعني الغجر، انه حتى في مصر انهم بيحرموا على انفسهم سرقة الاعمى، نوع من التعاطف الاعمى الاعمى لانه حاسة يحس بجسمه بشكل فظيع الاعمى. انا هاي شخصيا لاحظتها. بعض قوانين الزواج عندهم، من شروط الزواج ايضا انه في نوعيه من النحل في رومانيا، هذا الكلام انه وليس مصر طبعا. شروط تعجيزيه للذكر، طبعا انه لازم يقرص النحل، في نحل قوي جدا، نحل سيء جدا اسمه نحل الرصاص، لسعته سيئه جدا. العادات المشتركه في مصر انه الذهب يعني يحيط بالأنثى بشكل قوي في الفرح، لأنه عندهم الأنثى مقدسة أكثر من الرجل، لأنها مصدر دخل، لأنها تسرح أو مصدر دخل. يعني الرجل بيقعد في البيت والمرأة بيقعد في البيت زي ما يحكوها، والمرأة بيسرحها وبتجيب له مصدر دخل، هو بيقعد مثل الأسد، عكس الأسد اللبوة بتصيد وهو نفس العقلية، نفس عقلية الأسد. شاركونا في السبسكرايب واللايك، وإن شاء الله يعني نحط فيديو آخر على الغجر في أوروبا وبإثباتات إنه يعني مفصلة عن الغجر في أوروبا أكثر. تحياتي.